السلام عليكم، مرحبا بإخوان. إذن في هذا الفيديو هذا إخوان نشوفوا واحد تردد اللي هو تردد فقط واحد يقوم بتنزيل عدة قنوات، يعني قنوات خاصة بالنايلسات. فإخوان هذا التردد يبحث عنه الجميع، فهو يعني مهم جدا للكثير من الأشخاص، خصوصا الأشخاص الذين يتوفرون على ريسيرفر يعني فيه عدد قليل من القنوات ويريد تنزيل يعني عدة قنوات دفعة واحدة. فالتردد يعني بسيط، تقوم بإضافته على الريسيرفر وتقوم بتنزيل كل القنوات على القمر الصناعي نايلسات. بطبيعة الحال إخواني التردد كما تشاهد معي هذا هو على القمر الصناعي نايلسات. وبالنسبة لطريقة إضافة التردد كما ستشاهد معي الفيديو، إذن لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء. طريقة إضافة التردد، كل ما عليك هو تدخل إلى الإعدادات ثم تركيب، وبعد ذلك تختار هنا القمر، ومن ثم هنا إضافة التردد باللون الأحمر، وبعد ذلك تبحث عن القناة باللون الأزرق هنا، والتعليمات تختلف من ريسيرفر إلى ريسيرفر آخر.